مرحبا بكم أصدقائي، سنتعرف اليوم على الفنانة مرام البلوشي ومعلومات لأول مرة عنها. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. مرام البلوشي التي عرفت أنها فنانة شاملة تقدم أكثر من لون فني متنوع من تمثيل وغنى أيضاً. الفنانة مريم جاسم محمد مهدي البلوشي ممثلة ومغنية كويتية، ولدت في الثاني من شهر فبراير لعام 1979، لذلك فهي تبلغ من العمر 43 عاما. برجها الفلكي هو برج الدلو من مواليد دولة الكويت، كما أنها شقيقة الفنانة هند البلوشي والفنانة مي البلوشي. أيضا هي خالة الفنانة سعودة والفنانة شيماء سليمان، ولها صلة قرابة مع الفنانة هاية الشعيبي، وهي من عائلة فنية حيث كان والدها من أشهر عازفي آلة العود، وبدأت مرام حياتها الفنية في الغناء، وقدمت ألبوم غنائي بعنوان ما أخونك، وانتقلت بعد ذلك للعمل في التمثيل، وقدمت العديد من الأعمال الفنية المتنوعة ما بين مسلسلات ومسرحيات. تزوجت الفنانة مرام من رجل الأعمال الكويتي حسين الصالح، ورزقت منه بثلاثة أبناء هم جنان وجمانة وعلي، وقد قامت بنشر صورة معه على حسابها على الإنستغرام معلقة عليها قائلة: مع أبو عيالي عساني ما أنحرم منه. وقد شبه الجمهور زوجها بالفنان حسن الشافعي، ولكن نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر طلاق الفنانة مرام البلوشي من زوجها. ولكن أطلت مرام بعد ذلك عبر حسابها الشخصي على السناب شات، وأعلنت أن حساباتها الشخصية تعرضت إلى الهاكر، وهو السبب الذي أدى إلى انتشار الشائعة بسرعة. أصيبت الفنانة الكويتية مرام البلوشي بوعكة صحية شديدة، وهي عبارة عن جلطة قلبية، وكان ذلك عام 2019. وصرحت البلوشي أنها لم تستطيع أن تخرج من حياتها الروتينية، وهذا الأمر الذي تسبب في تدهور حالتها الصحية. وصرحت في لقاء لها في أحد البرامج التلفازية أن مرورها بهذه الوعكة الصحية جعلها تغير من نظام حياتها، وكان نظامها يقتصر فقط على العمل والمنزل بحسب ما قالته في اللقاء. وأما بالنسبة لأعمالها مع شقيقاتها، صرحت بأن الجمهور يترقب مشاهدتي مع شقيقاتي هند ومي في عمل واحد، وأيضا يحبون مشاهدة حضورنا المشترك في المشاهد وتأثير علاقتهم الشخصية على العمل، ولكن الفنان لابد أن يفصل عن بين حياته وعمله. وغير ذلك أن ظهور مي كصديقتي في مسلسل زينة الحياة عام 2005 وزوجة أخي جمال الردهان كان له وقع جميل على الجمهور. وأما عن بداية دخولها إلى عالم التمثيل عندما قدمت دور في مسرحية بعنوان بيبي، والتي تم عرضها في عام 2000 في دولة البحرين، وكانت هي بداية مشوارها الفني في التمثيل، وشاركت بعد ذلك في مسلسل بعنوان صحوة زمن عام 2005، ثم أيضا شاركت في مسلسل قصة هوانا، وهو عبارة عن حلقات منفصلة عام 2010. أيضا شاركت في مسلسل والد العزيز، والذي جسدت فيه شخصية ثريا، وكما قدمت مسلسل الكون في كفة، وأيضا مسلسل آل ديسمبر، وتم عرضهم في عام 2020. وكما أنها قدمت آخر مسرحية لها عام 2019 بعنوان خطوات الشيطان. وأما في عام 2021 شاركت في مسلسل شلويناش بدور أماني، وأيضا في مسلسل ملاك الرحمة ومسلسل نوح العين. وأما في هذا العام رمضان 2022 شاركت في نساء قلنا لا، وأيضا في مسلسل من شارع الهرم إلى، بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم. وأما عن شقيقاتها، فمي البلوشي هي مواليد 14 من سبتمبر لعام 1970، عمرها 51 عاما، وبرجها الفلكي هو برج الميزان. تزوجت مي البلوشي في سن صغيرة من رجل أعمال كويتي أكبر منها بالسن يدعى سليمان، ورزقت منه بأربع بنات: سعاد ورود وشيماء وزينة. قامت بتربية بناتها ورعايتهن، ولم تهتم أن تلتحق بالوسط الفني، ولكن دعمتها الفنانة حياة الفهد عندما علمت بموهبتها ورشحتها لعدة أدوار، كما أن بناتها ورثن موهبة التمثيل منها، كما أنها دائما تظهر بأحدث الإطلالات معهن، ولكن تتفق في أناقتها مع ابنتها شيماء.
وأما شقيقتها هند فهي مواليد 18 من مارس لعام 1985، عمرها 37 عاماً، ولدت بالكويت. تزوجت قبل دخولها المجال الفني مرتين، وفي عام 2012 تزوجت للمرة الثالثة من المغني مشاري العوضي، وأنجبت منه ابنتهما الأولى عبير. في يناير عام 2013 وفي نهايات العام نفسه أنجبت ابنهما الثاني جاسم. وفي أغسطس عام 2018 أعلن مشاري العوضي عن طلاقهما، وأكد أنهما منفصلان منذ عامين. وأعلنت زواجها من الفنان العراقي علي يوسف عام 2020، ولكن حدثت بعض المشاكل بين الطرفين، حيث علي يوسف نفى هذا الزواج من هند البلوشي. بينما الأخيرة أعرضت ورقة عقد الزواج، ثم خرج علي يوسف على منصة الإنستغرام بالبث المباشر ويعلن الطلاق من هند البلوشي. هذه صورة للفنانة مرام البلوشي وشقيقاتها. الفنانة مرام البلوشي مع هند. الفنانة مرام البلوشي مع شقيقتها مي. شكرا لكم أصدقائي على المشاهدة، نلقاكم في فيديو جديد، إلى اللقاء.